قضية الإمارات، قضية الإمارات هي أبو ظبي الآن، هي الإمارة اللي بيحكمها ما يسمى بشيطان العرب، تمام؟ والآن له نوع من السيطرة. كيف؟ ما هو في النهاية حسب الاتفاق بين الإمارات بتكون العاصمة وين؟ أبو ظبي. طيب هاي واحد، ولاحظ أنه الآن أمير أبو ظبي بيكون هو رئيس الدولة، إذا صح التعبير. طيب وإيش كمان؟ واستطاعوا شوي شوي بخدعة أنه يجعلوا الجيش بإيده، ولو بقي كل إمارة لها جيشها كان ممكن على فكرة يختلف الوضع. فبالتالي إحنا ما نقدرش الآن نقول الإمارات، أول شيء كشعب انسى، هو شعب الآن بالعكس بدأ يشعر وعارف تماما، تمام؟ الاعتقالات والظلم والقتل والتشريد وإلى آخره، وسحب جنسيات وغيره. طيب هون في منهم مش راضي إطلاقا، لكن هل بيستطيع يجر؟ وسبق على فكرة أنه كان تآمر على مشايخ وقلبوا الأوضاع وجابوا مشايخ ثانية، وخصوصا أنه بعد ما أصبح الجيش ضمن حيلة هو في إيد الآن تقريبا ابن زايد، وعنده مرتزق تماما زي ابن سلمان، عنده برضو مرتزق على فكرة، لأنهم أصلا هم بخافوا من ابن البلد، ابن البلد إذا كان هو الجيش وهو القيادة، هذا في أي لحظة ممكن يقلب الأوضاع، لذلك هم مستعينين الطرفين سواء كان ابن راشد ابن زايد عفوا أو ابن زايد أو ابن سلمان، في عندهم مرتزقة أجانب، مرتزقة أجانب بلاك ووتر وغيره. طيب فهذا الآن يعني الناس وكأنه هو استعراض على فكرة من قبل ترامب واستعراض من قبل نتنياهو، وما فيش إشكال إنها الناس يعني يكون لها ردة فعل، وأصلا لازم يكون في ردة فعل، والحمد لله يعني ردة الفعل إذا بتلاحظ من الجماهير بشكل عام ومن العلماء الصادقين وإلى آخره هي مطلوبة لابد إنه. والآن يعني في تصوري إنه انعكاس هذه المسألة التطبيع هو مش رح يكون في انعكاس جذري، لأنه أصلا التآمر على قضية فلسطينية من أول يوم، من أول يوم. ولذلك أنا بنصح مثلا في موجود على الإنترنت كتاب يمكن تنزيله اللي هو كتاب النكبة، النكبة للقائد العسكري عبد الله التل، ببين لك في مسألة 48، لأنه كان قائد في منطقة القدس، وعلى فكرة في 48 كان له دور عبد الله التل في منع سقوط القدس قد ما حاول بريطانيا وأذنابها. كان هذا الرجل يعني وجوده كأنه تقدير رباني. أكل كتاب النكبة، هو يعني سبق أنا أعطيت باختصار أنه لما قامت إسرائيل بالإعلان عن، أو قاموا اليهود بالإعلان عن قيام دولة 15/5/1948، ثم جاءت الجيوش العربية ودخلت، لاحظ 15/5 في 10/6 قديش كم يوم ملاحظ؟ طبعا هو مش 15، تقدر تقول 16، يعني من 16/5 ل 10/6 كم يوم كان اليهود في وضع صعب جدا، فتقرر هدنة في 10/6. طب ليش تقرر هدنة؟ كانوا اليهود وضعهم صعب في هلأ كم يوم. طبعا هو كانت الجيوش العربية لما دخلت على فكرة، هذه الجيوش كأنها بتقول للفلسطينيين الله يعطيكم العافية احنا نقوم بالدور، نتولى الدفاع عن هذه الأرض. أيوة، وكان اللي بيقود الجيوش بريطان، وهذا سبق أني تحدثت فيه سواء على مستوى القائد العام أو القائد التنفيذي أو قيادات كتائب وكذا وأفواج. طيب شو رأيك أنه
انتهت الهدنة في 10/6، يعني بدأت الحرب. طب إذا شو مسوغ الهدنة طالما من 10/6 ل 10/7 وب 11 تبدأ الحرب؟ طب الشهر لإيش هذا؟ لإيش؟ شو لزومه؟ لتمكين اليهود من التقاط أنفاسهم وإعادة تموضعهم. مش بس هيك، ودعم. مش بس هيك، لا، وكيف الأنظمة بدها تخطط، لأنه هذول لأنه الجيوش مصدقين ومندفعين، وقد ما يحاولوا يسحبوا الرسن مش عم بزبط. ومرات بيخرجوا على الأوامر، تمام، وفي أمثلة. طب فكيف بدهم يعيدوا صياغة المسألة؟ فتصور رجعت الحرب 11 7 12 13 14 15 16 17 18. كم يوم؟ اسبوع. هاي عندك اسبوع او 8 ايام اعلنت الهدنة الثانية وانتهت الحرب. طبعا بعدين صار لها شوية بعض الذيول، تمام، وانتهت الحرب 8 ايام. 8 ايام صفت اسرائيل، هي بعد ما كان اليهود في وضع صعب، هالشهر هذا قلب الاوضاع الى درجة بثمان ايام تنتهي كل شيء. ثم كثير من الاراضي تم تسليمها في 49، يعني ما كانش في حرب. المثلث مثلا 500,000 دونم تم تسليمه بمعاهدة رودوس، هذا تم تسليمه. بعدين ما يسمى بالإيلات اللي هي العقبة، لما انتهت الحرب ما كانت مع العرب، تم تسليمها. ثم كان الجانب البري بين فلسطين ومصر متصل، فتم تسليم النقب كامل وأصبح في حاجز. تفاصيل وين تحصل بعد ما انتهت الحرب تيجي تقول. الآن لما تيجي تدرس، طب ليش 67 تختلف؟ 67 تختلف لما نيجي نسمع القيادات العسكرية في مصر شو بتقول بعدين في كتبها ومذكراتها، والقيادات العسكرية في سوريا والأردن، كيف تم خلال 6 أيام؟ وكأنهم ندموا إنه يعني حرب 48 8 8 أيام، و67 6 حتى مش 7 6. أنا بصدق، ومع ذلك قال في محللين بيحللوا إنه يعني هذا انتصرت إسرائيل. طيب ادرسوا شوفوا اصلا شو اللي حصل، وشوفوا الخيانات اللي حصلت. كيف يعني انت ممكن تستوعب انه كان في معلومات، والقيادات بتقول لك معلومات انه في ضربة اسرائيلية قادمة، بتروح بتصف الطيارات انت في المطارات بطريقة الناس حتى اللي مش عسكريين استغربوها، ليش صفت الطيارات مشان تيجي اسرائيل تضربها؟ هي تفاصيل. يعني خلاصة النقطة يا ابو عمر، انه انت مش متفاجئ من ما يحدث، وانه بالنسبة لك هذا استمرار لمسلسل تاريخي. يعني هم كانوا يتعاملوا بخداع، لانه الشعوب ممكن تقلب الطاولة لو عرفت. لانه اذا بتلاحظ مثلا الشعوب لما تشعر انه الاستعمار موجود بتنهض وبتحمل سلاح، ومهما يكون الاستعمار قوي بتطلعه. طب هاي مشكلة، والاستعمار بدأ يغير سياساته، مش بدل ما تكون جيوشه موجودة، وطبعا هذا صعب الآن، كل ما زاد وعي الشعوب بصير صعب على فكرة الجيوش الأجنبية تبقى موجودة. طيب فالآن وضعوا لك نواطير، انت راقب الوضع. هذول شو مهمتهم النواطير؟ خليني أقول أنه أولا الغرب معني أنه المنطقة العربية أولا وغيرها على فكرة أنه تنهض من الناحية العلمية والتكنولوجيا والتفاصيل، هاي تنهض إلى حد تستطيع تستوعب. الطرف الأول الإمارات، طبعا مفهوم أنه أبو ظبي بالذات هي أهم إمارة في الإمارات، إذا صح التعبير إمارة، تمام، وهي فيها العاصمة، وحاكمها هو الحاكم إيش للإمارات، اللي هو اليوم طبعا الحاكم مغيب اللي هو خليفة، ومين الآن
محمد بن زايد إذا بتلاحظوا هو اللي في الواجهة. طب وين الأمير؟ وين الأمير؟ طب هذا هذا إيش اللي بسموه؟ ولي عهد. لكن اللي في الصورة دائما مين؟ فتصوروا إنه قال هذا المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية مين يعقد وين؟ برعاية محمد بن زايد اللي هو يعني اللي هو مجرم كبير أصلا ومتآمر على الأمة وقيمها ومبادئها وبيستغل المال اللي الله سبحانه وتعالى وهبه الطاقات الموجودة واللي بيسرقوها أموال الشعب، وتتخذ هذه الأموال للإفساد في الأرض وبالذات مقاومة الإسلام، وجاي وهو نفسه اللي بيبعث سلاح وبيحرض على الأمم المختلفة وقاتل مجرم كبير واللي يذيق شعبه برضه ظلم، تمام؟ قال بده المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية والتسامح. شوف هاي أول كذبة، مين المشرف؟ الكذبة الثانية، ليش اليوم احنا رجعنا نتحدث مع الناس ومعكم؟ الحقيقة لأنه مسألة التطبيع اللي هو قامت به وأعلنت عنه إسرائيل والإمارات، تطبيع اللي أعلنت عنه إسرائيل والإمارات، أستغرب وكأنه يعني بظن الناس إنه هذا حدث كبير، ولكن بتنظر أنت مثلا لترامب كيف أعلن، هو بيعتبر إنه هذه المسألة اختراق تاريخي. شو هالتضخيم؟ اختراق تاريخي. ولما تتبع شوف كم كيف استعرض نتنياهو في الموضوع والجانب الإعلامي، أنت تشعر إن المسألة يعني مضحكة. كيف مضحكة؟ لأنه أنت تدرك إنه ترامب يقصد الترويج لنفسه، لأنه في 2/11 القادم في انتخابات، والرجل يعني في مأزق، إذا لم ينجح يعني مصيره في 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 السجن لأنه فيه قضايا. واللي أسوأ وضع منه نتنياهو يعني الملفات الفساد جاهزة بمجرد ما سقط، والآن خصوصا وضعه مقلقل، يعني في أي لحظة ممكن يصير انتخابات رابعة، وإذا ما نجحش هذا بروح في سجن طويل. وفي قبله موجودين في السجن الآن رئيس دولة ورئيس وزراء يعني مجربة. فهون بيوحي هو للشعب الإسرائيلي إنه شوفوا الاختراق الكبير العظيم، وهذاك في أمريكا بنفس الطريقة. أمر مضحك. طيب ما هو مسألة الإمارات، ما هي مكشوفة من زمان، الإمارات والبحرين ومن قبل طبعا سواء كان السيسي أو غيره. طب هذا ما هو معروف أصلا وموجود علاقات، وبالعكس الإمارات سبق أنه جاءوا زاروا غزة وتجسسوا لإعطاء إسرائيل أماكن، وين كان في بعض الإسرائيليين لدى مأسورين، يعني مأسورين في غزة، إمارات باسم المساعدات وكذا وزيارة غزة تم الاكتشاف انهم بتجسسوا. وفي قضية القدس تم الحديث من سنوات بيحاولوا يشتروا عقارات من اجل تسريبها لليهود. ثم لما بتنظر في الاعلام اصلا سواء كان اعلام ابن سلمان ولا اعلام ابن زايد، هم ثم مهاجمة الفلسطينيين طب ما هو الكلام ايش تطبيع؟ طب ممكن بعض الأنظمة تطبع بدون هذا الكلام او السفاهة اللي بيقعوا فيها، سواء كان وضجيج، سواء كان في قضية مهاجمة الفلسطينيين ومهاجمة القضية الفلسطينية، وعلى فكرة تزييف الإسلام والإتيان بمشايخ هم ملاحدة ليعطوا فتاوى وتفاصيل طويلة. فالناس أصبحت أصلا يعني قضية الإمارات
يعني لو وضحت لنا ابو عمر قضيه مشايخ ملاحده حتى لا تلتبس يعني الفكره، يعني متى يصلح هذا اللقب او هذا المصطلح؟ يعني ما هي الحاله التي يصلح عليها هذا اللقب؟ تمام. مثلا لكن اللي بيقولوا عنه مفتي استراليا ولابس لفه وجبه كذا راشد اسمه، ها هذا ما هذا متنصر، بس بيبرزوه ايش؟ شحرور كمثال، شحرور ملحد كامل، ملحد حقيقي، تمام. ولكن كيف بتم الترويج؟ مين اللي كان يركز مثلا؟ لو اخذنا مثلا شحرور، مين اللي كان يروج لشحرور؟ اعلام الامارات. وهون خليني اوقف شوي صغيره، انه انا لما بقول امارات الحقيقه احنا ممكن نظلم الامارات كلها. لا لا لا، هو نظلم الشعب. اولا لازم، ايوه جميل، يعني لازم نفرق اولا بين من يحكم وبين الشعوب. لا، الشعوب هذه الشعوب ضميرها مع فلسطين ومع الاسلام، تمام، وهي كلها شعوب مغلوب على امرها، مغلوب على امرها ومستعمره ومستعمره. طيب، فهون قضيه الامارات، قضيه الامارات هي ابو ظبي الان، هي الاماره اللي بيحكمها ما يسمى بشيطان العرب، تمام. والان له نوع من السيطره. كيف؟ ما هو في النهايه حسب الاتفاق بين الامارات بتكون العاصمه وين؟ ابو ظبي. طيب، هاي واحد. ولاحظ انه الان امير ابو ظبي بيكون هو رئيس الدوله، اذا صح التعبير. طيب، وايش كمان؟ واستطاعوا شوي شوي بخدعه انه يجعلوا الجيش بايده. ولو بقي كل اماره لها جيشها كان ممكن على فكره يختلف الوضع. فبالتالي احنا ما بنقدرش الان نقول الامارات، اول شيء كشعب انسى، هو شعب الان بالعكس بدا يشعر وعارف تماما، تمام، الاعتقالات والظلم والقتل والتشريد والى اخره، وسحب جنسيات وغيره. طيب، هون في منهم مش راضي اطلاقا، لكن هل بيستطيع يجهر؟ وسبق على فكرة انه كان تآمر على مشايخ وقلبوا الاوضاع وجابوا مشايخ ثانية، وخصوصا انه بعد ما اصبح الجيش ضمن حيلة هو في ايد الان تقريبا ابن زايد، وعنده مرتزق تماما زي ابن سلمان، عنده برضو مرتزق على فكرة، لانهم اصلا هم بخافوا من ابن البلد اذا كان هو الجيش وهو القيادي، هذا في اي لحظة ممكن يقلب الاوضاع. لذلك هم مستعينين الطرفين، سواء كان ابن زايد او ابن سلمان، في عندهم مرتزقة اجانب بلاك ووتر وغيره. طيب، فهذا الان يعني الناس وكأنه هو استعراض على فكرة من قبل ترامب واستعراض من قبل نتنياهو، وما فيش اشكال ان الناس يعني يكون لها ردة فعل، اصلا لازم يكون في ردة فعل، والحمد لله يعني ردة الفعل اذا بتلاحظ من الجماهير بشكل عام ومن العلماء الصادقين والى اخره هي مطلوبة، لابد انه. والان يعني في تصوري انه انعكاس هذه المسألة التطبيع هو مش رح يكون في انعكاس جذري، لانه اصلا التآمر على قضية فلسطينية من اول يوم. ولذلك انا بنصح مثلا في موجود على الانترنت كتاب يمكن تنزيله، اللي هو كتاب النكبة للقائد العسكري عبد الله التل، ببين لك في مسألة 48، لأنه هو كان قائد في منطقة القدس، وعلى فكرة في 48 كان له دور عبد الله التل في منع سقوط القدس قد ما حاول بريطانيا وأذنابها. كان هذا الرجل يعني وجوده كأنه تقدير رباني،
أكل كتاب النكبة. هو يعني سبق أنا أعطيت باختصار أنه لما قامت إسرائيل بالإعلان عن أو قاموا اليهود بالإعلان عن قيام دولة 15/5/1948 ثم جاءت الجيوش العربية ودخلت لاحظ 15/5 في 10/6 قديش كم يوم ملاحظ؟ طبعا هو مش 15 تقدر تقول 16 يعني من 16/5 ل 10/6 كم يوم كان اليهود في وضع صعب جدا. فتقرر هدنة في 10/6. طب ليش تقرر هدنة؟ كانوا اليهود وضعهم صعب في هلأ كم يوم. طبعا هو كانت الجيوش العربية لما دخلت على فكرة هذه الجيوش كأنها بدها تقول للفلسطينيين الله يعطيكم العافية احنا نكون بالدور نتولى الدفاع عن هذا الأرض. أيوة. وكان اللي بيقود الجيوش بريطان. وهذا سبق أني تحدثت فيه سواء على مستوى القائد العام أو القائد التنفيذي أو قيادات كتائب وكذا وأفواج. طيب شو رأيك أنه انتهت الهدنة في 10/6 يعني بدأت الحرب؟ طب إذا شو مسوغ الهدنة طالما من 10/6 ل 10/7 وب 11 تبدأ الحرب؟ طب الشهر لإيش هذا؟ لإيش؟ شو لزومه؟ لتمكين اليهود من التقاط أنفاسهم وإعادة تموضعهم. مش بس هيك ودعم. مش بس هيك لا، وكيف الأنظمة بدها تخطط لأنه هذول لأنه الجيوش مصدقين ومندفعين وقد ما يحاولوا يسحبوا الرسن مش عم بزبط. ومرات بيخرجوا على الأوامر تمام، وفي أمثلة. طب فكيف بدهم يعيدوا صياغة المسألة؟ فتصور رجعت الحرب 11 7 12 13 14 15 16 17 18 كم يوم؟ أسبوع. هاي عندك أسبوع أو 8 أيام أعلنت الهدنة الثانية وانتهت الحرب. والآن بدأت الناس تفقد ثقتها بكل هذول الناس وانفضحوا لأنه الناس قاعدة على فكرة الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج الناس. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج الناس ويعيدها إلى الحقيقة. وكل هذول الناس اللي كانوا يزيفوا الدين كله بسقط، كله بسقط. طيب قديش الناس بتوثق بالآن بفقهاء السلطان اللي في السعودية ولا في الإمارات؟ إذا في فضائيات الإمارات، في الفضائيات على فكرة طول عمرهم على فكرة بيجيبوا الملاحدة بصفتهم مفكرين إسلاميين وبيعرضونا إياهم مفكرين إسلاميين، كن قال لك إحنا حماة الدين، ملاحدة بقدموهم للناس في الفضائيات إنهم، بس أنا مش متعود أذكر أسماء. وفيلسوف ملحد الإمارات بتجيبه في فضائية من الفضائيات الإمارات بيجيبوا كل لك الإلحاد سينتصر الإسلام هذا بروح في فضائية الإمارات. مسلمين هذول اللي بيناقشونا مسلمين يعني، هذول المسلمين اللي بيجيبوا الملحد معروف ملحد برضو بديش أذكر اسمه بتلاقوه في اليوتيوب، ها بتلاقوه شو بقول إنه الإلحاد والإلحاد واللي راح يسيطر الإلحاد وأنه والإسلام هذا يعني الإسلام ها مش شيء ثاني الإسلام وتشوفوا. ومين اللي كان ينشر في كل البيوت يدخل الدعارة في بيوت المسلمين غير فضائيات؟ هذول شو مهمتهم النواطير؟ خليني أقول إنه أولا الغرب معني إنه المنطقة العربية أولا وغيرها على فكرة إنه تنهض من الناحية العلمية والتكنولوجيا والتفاصيل هاي، تنهض إلى حد تستطيع تستوعب منتجاته يعني ولا هو الغرب يعني بده يصنع وتفاصيل والأموال من وين إذا كان بدها تكون شعوب متأخرة ولا تستطيع أن تستخدم منتجاته وتستهلك مزبوطش. لذلك إذا بتلاحظوا مثلا كانوا في بلادنا هون وغير بلاد أكيد مثلا ينشئوا بعض الكليات اللي تعلم مثلا كيف تصنع أنت الراديو، كيف تصنع الثلاجة، عفوا تصلح
كيف تصلح مش تصنع. تصلح يعني. الثلاجة، الغسالة، كذا الأخير، إلى كذا كمش، التلفزيون كذا الأخير، لازم وصير عندنا خبرة في الموضوع. ولا كيف بده يصدر؟ كيف بده يصدر هو وكيف بده وما فيش ناس يصلح؟ يعني أنا اشتريت ثلاجة ما فيش حدا يصلحها. لازم، طب هو بقدر يبعت مهندسين وفي العالم كله؟ من ما بقدرش في كل منتجاته ما بقدرش. طب إذا ابن البلد. ولكن في المنطقة العربية بالذات، مش بس الإسلامية، هو إسلامية ولكن بالذات العربية، لا هم بيدركوا خطورة هذه المنطقة، ولذلك بدهم يضبطوا وتيرة تطورها، تظلها أولا مستهلكة بالدرجة الأولى وتظلها تحت السيطرة، لأنه هاي أخطر منطقة. لأنه العرب على فكرة إذا نهضوا جاهزين يتوحدوا، مش بس هيك، وكما قلت في بعض الدراسات الغربية من مدة سنين فقط أذكى شعوب الأرض موجودة في الشرق الأوسط، يعني بلادنا أذكى شعوب الأرض. وبعدين قضية عناصر الوحدة موجودة، ثم إذا العرب نهضون العالم الإسلامي كله بنشد، العالم الإسلامي، والآن 90% من موارد العالم في العالم الإسلامي، اللي هو تقريبا ما يقدر ب 35 مليون كيلومتر مربع، 35 مليون، ولاحظوا في الموقع الاستراتيجي، و 90% من موارد الطبيعية الموجودة، وعندك شعوب جاهزة. طب هذا بالنسبة للغرب وغيره، لابد انه من انهم يحافظوا على وتيرة ايش؟ تطورك الآن. فبقيت هذه النواطير بكفي انها يكون في هناك مسرحيات بحيث انه الناس خلص يعني تصدق انها استقلت، وتصدق انه هذا الحاكم فعلا انه هو ايش، انه هو يعني مخلص للبلد، وانه بده يحرر، وانه ضد استعمار. بكفي انه يعطي تصريحات فاقعة وتفاصيله سهل جدا. لكن اللي حصل الان يبدو، حتى على فكرة على مستوى الدين، خلينا شوي بكي ما انساش تذكروني، الدين وصناعة الدين الجديد، هم الان الربيع العربي يبدو انه، وثورات الشعوب اللي اجت وكانت متأخرة، لانه كل المؤشرات كان بتقول انه قبل هيك وتأخرت، انه والثورة المضادة اذا بتلاحظوا قديش هي عنيفة، الثورة الان المضادة اللي بدأت تكشف لك كل هذول الناس، اذا هم جت ما يسمى بالربيع العربي وكشفهم كلهم، مع انه الناس كانت كاشفة خلال تطور الوضع. ليش كل العالم بينهض واحنا قاعدين محلنا؟ ليش كل لحظة، ليش كل العالم الناس بتختار حكامها واحنا لا؟ ليش كل العالم في دول مؤسسات ومراقبة للحاكم وحقوق إنسان وغيره، احنا كذا؟ الناس بدأت تلحظ من وعيها بفكرة بالذات. لكن أجى الربيع العربي إيش؟ كشف الأمور تمام، وهم نفسهم أصبحوا إذا بتلاحظوا إشي مذهل في سقوطهم. شوف السيسي مثلا ببيع مصر عينك بتنازل لقبرص وبتنازل لليونان وبيبيع صنافير وتيران، ولاحظوا سد النهضة، إشي غريب. والأوضاع في تراجع هائل، وكأنه أدركوا أنه لابد يعني أنه نأخر نهضة هذول الناس، والسياسة القديمة نبدأ نتعامل بطريقة مختلفة. لكن الناس كشفت الآن. فإيش يعني والله أنه الإمارات بدها تطبع؟ الإمارات هي مش مطبعة. ابن سلمان جده سعود هو مش مطبع؟ جده سعود ما كانوش دور في قيام إسرائيل حمايتها واستمرارها حتى بما فيه على فكرة قضية 73 والبترول وما بترول، مش وقتها عملوا نوع من قطع النفط قال عن أوروبا والغرب؟ طيب اليوم في دراسات بتقول لك هذه كانت لعبة أصلا مع شركات البترول. تصور يعني كيف كانت الناس تظن وأثريتها، لا شركات البترول كانت تلعب هاي اللعبة. انت في تفاصيل في المسألة،
وحتى حرب اللي حرب 73 اللي حرب التحريكية برضو الآن شوفوا في الآن مراجعات كثير وفي شهادات شو القصة في الموضوع وكيف كانت أمريكا ترتب الأوراق إلى آخره. طب فبالتالي يعني الآن تطبيع الإمارات ثم البحرين ثم أبصر كذا ثم إيش شو إيش بشكل خطر؟ لا، هو الخطر إنه ما نكونش عارفين حقيقة هذول الناس. وخليني هون أذكر بآية قرآنية سبق إنه أعطيناها درس كامل، لكن هون بمر مرور سريع، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية، لاحظ قانون، في كل قرية، قرية اللي هي المجتمع يعني، لأنه سبق بينا أنه معنى قرية مجتمع يعني. وكذلك جعلنا في كل قرية، في كل قرية أكابر مجرميها. لماذا كان هذا الجعل يا ربنا؟ لاحظوا، جعلنا نون العظمة قانون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. إيش شيء عجيب، إيش القانون هذا؟ أكابر مجرمين في كل مجتمع ليمكروا، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يعني بمعنى آخر بيعطيك المآلات، خصوصا إذا كان المكر في مواجهة الحق. إذا الخطر مش على الحق وأهله، أيوة، وإنما الخطر على الماكرين أنفسهم. عيد بالله يا شيخ طارق بصوت أعلى شوي. إذا الخطر، هؤلاء أكابر المجرمين الذين يلفتون الله عز وجل إليهم أنهم لا يشكلون خطرا على الحق وأهله، وإنما خطرهم قاصر ومقتصر عليهم وحدهم. أيوة، وكون طبعا ليمكروا، سبق بينا أنه المكر فيه تدبير خفي، وميزنا بينه وبين الكيد، وقلنا أنه الكيد قد يكون خفي وقد يكون ظاهر، والكيد أشد من المكر، والمكر تدبير في خفاء. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. طب ليمكروا فيها، طيب ليش؟ هذا هو يبدو اللي مسألة التدبير والمكر، أيوة، وقانون التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قانون التدافع، ثم بيؤدي إلى إيش على فكرة؟ ارتقاء الوعي ووضوح الرؤية، ووضوح الرؤية. طيب الآن هذا اللي بيحصل اليوم، بيجعل الرؤية واضحة. طب ما هو أصلا المشكلة في الأمة إنه الرؤية مش واضحة بالنسبة لهم. قديش أعطينا على فكرة؟ أنا بعطي من السبعينات دروس أقول لهم للناس: يا جماعة، الحاكم الفلاني صفته كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، وانتبهوا من كذا، وهذا كذا، وهذا كذا. وطالما هم نفسهم مش عم ببنوا دولة مؤسسات وبتختارهم شو الشعوب، هدول خطيرين. احنا هذا منقوله من السبعينات، من بداية السبعينات، من بداية السبعينات. طيب هذا، لكن الآن إذا بتلاحظوا، طبعا ما يغرنا قضية ما يسمى بالذباب الإلكتروني والإعلاميين اللي أحيانا اليوم بصرحوا بتصريحات فاقعة، وهي بتساعد على فكرة في وعي الشعوب، إنه عم بيشوفوا الخيانة لوين واصلة. في ناس يعني بنزعجوا إنه معقول بيوصل الإنسان لهذه الدرجة من الانحطاط في تصريحات، سواء كان في من أبو ظبي أو من عمان أو من هنا أو من هنا أو إلى آخره. عمان بلاش نظلمها، يعني مسألة مفتي عمان على القليل موقفه مشرف، يعني بجوز الناس يتمشكلوا انه موقف وزارة الخارجية عمان غير عن موقف المفتي، وهذا ممكن يشير الى انه المفتي يعني حر في فتوى، مش زي باقي البلاد اللي بيكون مفتي موظف. فيبدو بدها دراسة عندهم. فهو كنت بدك تسأل يا شيخ؟ في الحديث النبوي الشهير: لا يضرهم من خالفهم او من خذلهم. الآن كيف بترد على السؤال التالي، إنه تطورات هذه الأحداث تتعارض مع فكرة قرب زوال إسرائيل
وانه احنا مثلا كنا ننظر انها في تراجع، ولكن الاحداث اللي تتوالى كلها بتصب في دعم هذا المشروع. فكيف نوفق بين طموحنا واعتقادنا وبين الاحداث اللي قاعده بتصير وكلها بتصب من امريكا حتى اقصى الشرق، كله قاعد بصب في دعم اسرائيل وفي التقارب معه؟ اولا هو المكر كان خفي، وبالتالي كان مؤذي، لانها الناس ايش؟ مش منتبهه. الان طلع فوق السطح، صارت الناس ترى، وهذا هذا مقدمه ضروريه لخلاص الامه، هذه المقدمه الضروريه. اما مش راح يدفعوا الناس ثمن، بيدفعوا ثمن لانه برضو اخطائهم، برضو الناس مخطئه من زمان وهي ساكته، تمام، وبيدفع، ولكن في الاخير بيوصلوا. اذا هو اللي حصل، اللي بيحصل الان هذا ممتاز، بظنوا الناس انه هذا هو نوع من الانهيار وانه تغيرت سياسات والى اخره، لانكم تعرفوش التاريخ ولا بتعرفوا حقيقه هذول الحكام اصلا. دعم في الخفاء كان اكثر. والمكر كان خفي، كان خفي، وهنا الاشكال. ولذلك كان الناس الحريصين على الامه قد ما يحاولوا يبينوا يعدوهم متطرفين، مش معقول اللي بتقولوه. طيب انو كان يتوقع الان انه يجي مثلا السيسي يتصرف بالطريقه اللي هم اللي موجوده اليوم؟ اليوم على فكره قاعد بهدم بيوت بيعيش فيها ملايين، بهدمها البيوت، وتفاصيل طويله على كل. المهم الناس بيعرفوا الان. اذا لا ينبغي ان تتسرب مشاعر الياس ويظن الناس اننا في تراجع، ولكن هذا الشيء المؤلم يدفعنا الى العلاج والى المواجهه والى الاستمرار. اصلا كان الدعم في الخفاء اشد. ايوه اسرائيل، ما هو عفك على قضيه الدعم، الدعم لاسرائيل. احنا لما ابعدنا سنه يعني شهر 18 1992 ورجعنا 17 12 1993، لانه بتكمل سنه 17 عندك 18 17. وطبعا ليش رجعنا كمبعدين؟ هذه صارت ضجه عالميه في المساله، وهذا تقدير رباني، واجبرت اسرائيل لاول مره انه يرجعوا المبعدين، تمام. طب احنا لما رجعنا لفلسطين، طب ما هي الاعلام الاردني واحنا مبعدين كان متفاعل، ومش بس هيك، التلفزيون الاردني اليوم كان يحط اليوم 50 للابعاد، اليوم 51، اليوم 52، اليوم 100، لهم متفاعلين. طيب رجعنا، منعت الأردن كل المبعدين، أي واحد من المبعدين بده يسافر للأردن ممنوع، يجد أنه في منع، ممنوع المبعدين يوصلوا الأردن. طب ليش؟ ليش؟ مش بس هيك، وأي إنسان فيه رائحة وطنية، لما كان سنين طويلة لما بيذهب إلى الأردن المخابرات بتحطه تحت الرقابة والتساؤل. ليش طيب؟ طب عجيب، ما انتوا في الإعلام كنت تقولوا مبعدين، طبعا منسجمين مع العالم كله، العالم كله كان مع الإبعاد، العالم متضامن مع المبعدين. طيب وبعدين أنا بعرف ناس سلمتهم الأردن قبل اتفاقيات ما يسمى بالسلام، سلمتهم لإسرائيل، تمام. ومش بس هيك، والناس كلها بتعرف انه المعلومات الموجودة عند المخابرات الأردنية بتكون عند الإسرائيليين. هذا كمثال. ليش في مصر بيختلف؟ ليش في فهون اذا الان بتصير الامور. بعدين خليني اشير لقضية لما يعني سبق اشرت لها، بس بدي حتى الناس تكون واضحة لديها الصورة. طب الأردن عقد اتفاقية مع إسرائيل، اتفاقية سموها سلام، دائما بيختاروا قال يعني الألفاظ الجميلة. وأنا بدي طبعا الناس تنتبه انه هدول الناس اللي عملوا سواء كان الأردن أو سوريا
اللي عمله عفوا او مصر او مصر اللي عمله سلام مع اسرائيل، وكانوا يمنوا الناس انه هذا السلام بده يعمل ايش؟ رفاهيه. رخاء ورفاهيه. شوف الان وضع مصر وشوف وضع الاردن، هذول اللي عملوا سلام، اللي عملوا سلام طبعا ما في غيرهم، ما في غيرهم عامل بطريقه مختلفه، بطريقه مختلفه، وكان امن. ويعني تصور انت ابن سعود بغض النظر مين منهم، يعني لفتره بدات تشعر انه هذول، هذه ما تسمى بالسعوديه ستكون قائده العالم الاسلامي، قائده العالم الاسلامي. وانت شفتوا كيف استطاع سلمان انه لما ترامب قال له بدي تدعمني، جمع له 50 دولة، اجا ترامب ووقف في نصهم وتصور مع الخمسين، ها، وتصور امام الشعب الامريكي، هيني انا استطعت الشيء اللي ما استطعه. طيب لا بس الان اذا بتلاحظوا الان بعد ما انكشفت الامور تماما، الان هل بيستطيع ابن سلمان انه يجمع دولتين؟ بشكل غير الساقطين معاه يعني. فهون اذا الوضع هو في اتجاه الصح. لا انا مستغرب انه الناس يعتبروها مصيبة. شو انه يظهر الامر فوق السطح وتصير الامور واضحة بعدين؟ ما يجوز لنا ان ننسى لحظة ماضي اي واحد منهم، هو وآباؤه، وإلا احنا لازم نسأل سؤال، بأي حق بيحكموا هذول؟ اللي بيحكموا في الإمارات بأي حق؟ اللي بيحكموا في عمان مثلا بأي حق؟ كن قالوا لي دخلك في عمان، انسى عمان الآن، ما هي عمان تتآمر عليها الإمارات. طيب ماشي، بلاش ندخل بينهم. اللي بيحكم في مصر بأي حق؟ ما هو أصلا قتل اللي اختارهم الشعب. طيب واللي بيحكم في سوريا بأي حق؟ ودمر شعبه واتى بالاستعمار بس مشان يبقى على الكرسي. هذا اللي كان ايش؟ واللي في العراق واللي طب هذا شو الصدفة هاي؟ كلهم بهذه الطريقة. ولذلك الان القضية الفلسطينية في احسن اوضاعها، مش انه قال العرب. خليني اجي لكلامك يا استاذنا، انت قلت لا يضرهم من خذلهم، هم خذلونا، خذلوا الفلسطين. طب انا بحب انهم يخذلونا، يعني بمعنى اخر بحب هذول الطغاة يخذلونا. ليش؟ لانه المشكلة انهم هم اللي اقاموا اسرائيل، وهم عن طريقهم استمرت وجود اسرائيل، وعن طريقهم احنا ندفع ثمن. تمام؟ لا يا اخوي، اذا هم يخذلونا بس يبعدوا عن، يخذلونا ويتركوا القضية الفلسطينية، بدناش تتدخلوا. لذلك هلقيت لاحظ قال التطبيع اللي بين الإمارات وإسرائيل، قال من اتفقوا انه ما تضمش إسرائيل. لا يا أخوي، تضم إسرائيل. تضم ايش؟ ايش ما تضم؟ بيستخدموا القضية الفلسطينية، ملاحظ في خياناتهم. القضية الفلسطينية هي طول هالفترة على فكرة، وهي تستخدم من قبل الطغاة في البلاد المختلفة العربية والإسلامية، تستخدم في ايش؟ لتمكين ودائما بمنونة، استنوا شوي، مش وقته، مش وقت انه دولة مؤسسات، مش وقت انه الناس تحكم كذا. اخير بدنا ايش؟ في مؤامرة على الأمة، بدنا نسترجع فلسطين، قضية مباركة، قضية مقدسة، كله باسم فلسطين. حتى لما بخونوها باسم فلسطين، قال ما تضمش. طيب ما هم اليهود طلعوا مظاهرات تقولوا ما تضموش. ما هم مدركين اصلا، هم اليهود مضطربين ووضعهم صعب، وانتم شايفين في الانتخابات، هيو الحكومة القائمة المشبصة تشبيص زي ما بيقولوا، يعني احتمالات في اي لحظة يصير انتخابات رابعة اول ما صارت رابعة. طيب وحتى الزعامات الإسرائيلية صارت بتبيع وتشتري. شو يعني؟ هلقيت مثلا الإسرائيليين عم بينتقدوا نتنياهو انه هذا قاعد برشي الشعب الإسرائيلي. شو يعني برشي؟ يعني وبيدمر اقتصاد البلد، يعني مش مهم عنده، يعني صار زي طغاتنا.
متمسك في الكرسي وخايف من ال... ها وبيمشي الشعب الاسرائيلي ها. طب بيمشي على حساب ايش؟ حساب الدراسات وايش وكيف كيف يكون البلد قوي اقتصاديا اخره. نتنياهو وهذا لذلك من علامات الانهيار من انه يكون على زي ما هو عندنا زي ما هو عندنا. فالان لا هو قضية تضم وما يضمش والتفاصيل. طب واذا ضم شو بعدها بده يصير؟ وهو ليش مش ضامم؟ هو ليش مين هو المتصرف؟ مين المتصرف حتى هون في المحل ما انا قاعد؟ لا يكون السلطة المتصرفة. اكم مرة جت اسرائيل واقتحمت هذا المركز وبقولوا انه احنا يعني تحت يعني في رام الله انا موجود. بابا طب يا بابا انت بتمثل الكاثوليك لو بد يعني انت يعني مش عارف مين هذا اللي جاي اللي انت تعقد المؤتمر في تحت رعايته تعرفوش يعني يعني ما سألتش عنه ما قالوا لكش انه مجرم كبير ومتآمر على كل القيم والمبادئ وهو من محور الشر في المنطقة مش عارف انت يا بابا ولا مزيدة فضايح للبابا كمان وكشف لحقيقته وحقيقة ما يمثله كواجهة للاستعمار والظلم والبطش وبتكلموا عن ايش؟ طيب ما هو لو اي واحد عادي انسان عادي بيسأل انا رايح وين ومين اللي بيشرف على هذا بيعرفش البابا يعني؟ لا البابا بيعرف وهم اصلا هم ايضا محور من محاور الظلم والاستغلال وواجهة من واجهات الاستعمار اصلا. مش وقته احنا مش مهمتنا البابا جماعته بيعرفوه وبتكلموا حوله بلاش يصير فيها حساسيات انه ابوهم. طب ابوهم احنا بنحكي عن ابو الامارات. قالوا مين كمان الثالث؟ اهانوا الامه بكاملها بهالطرح السخيف هذا. طيب شو عملتوا انتوا يا زعماء؟ ولذلك الناس كلها فهمانه. تصور لما انت هذه الزعماء اللي على العروش الان ينفضحوا بهذه الطريقه كيف شو بيعمل؟ طيب في زماناته سلمان وابنه دير بالك قال يعني هو ما بعثش سفير سلمان وابنه. السفارة من وين؟ من تبع الامارات. ما هذا تبع الامارات تورط خلاص. والوقحة لما خلاص الوقحة لما سمعتها كذا شو بدها تعمل؟ بتقول لك خلصنا. فهذا تبع الامارات ما هو انفضح والناس كلها اصلا والمسلمين كلهم بيعتبروه عدو للأمة وبنتظروا وقته. وتبع البحرين هذا ما هو هذا شو بقولوا ابن سلمان خلص ماشي مش على ما تبع البحرين هذا ما هو كان في الأردن في يوم من الأيام. بلاش أحكي لكم قصصه. هو شاب يعني يدرس في الأردن درس في الأردن قالوا أجا يعني برضو يعلموا عسكري في الزرقاء. مش قضية مش وقته مش يعني احنا بدنا نخوض في فضائحهم هذول. طيب ما هو هذا كله له أساس اللي بتشوفوه كله أساس. وتبع عمان يعني خرب بيتك ما لحقتش تصير سلطان. لا اما هو السلطان اللي قبله ما وصى الا وعارف مين بيوصي يعني هو بالكم مش عارف السلطان. ولذلك انا في درس من دروس لما ذكرت انه 50 سنة وما حكيتش عن الرجل بالمرة ما ذميت ولا مدحت. بعض الناس تضايق انه هذا منيح الزلمة هاي الوريث يا اخوي بعت سفير يحضر معناته تحت الأوامر. طب لهذا طب ابن سلمان ليش ما بعت؟ لا ابن سلمان ما هو أصلا سبقها بأيام وهو يقول لك بيزورون ويزورونا ويجوا ما بشيك ويفتح لهم الباب ولكن ابن سلمان وأبوه طب ما هم قالوا في البداية أيام ما نجح ترامب اللي كان يسب المسلمين في دعايته الانتخابية مع ذلك كانوا قادرين يجمعوا له ايش؟ اكثر من 50 دولة اسلامية. جمعوهم ولا ما جمعوهمش؟ اكثر من 50 دولة اسلامية جمعوهم. طب يجمع اشوف الان يجمع. شفتوا قديش افرقت؟ الان يجمع. الان سقطوا انتهى.
مكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا، المسألة مبشرة، مبشرة وبالعكس. شو يعني بالعكس؟ الناس أصبحت اليوم على قناعة، كل الناس. إذن ليش إسرائيل موجودة؟ هيك بصيروا الناس الآن، والعالم كله ممكن يسمع لك، أقصد الشعوب. أما قضية الحكومات فقديش أنت بتكون عينك حمراء؟ اللغة اللي بفهموها هذول الناس كلهم، أي لغة بفهموها؟ إذا بشوفوك أنت قد حالك، وإذا حتى وإذا هذول الجواسيس اللي على العروش مش قايمين بالواجب، بس الشعوب تقدر على فكرة، هم برصدوا بشوفوا وين اتجاه الشعوب، برصدوا بخافوا، فانتبهوا. فهذه مسألة لابد طبعا إنها الناس تتابع هذا الموضوع وتصير تفكر. وأخطر شيء بواجه إسرائيل الآن إنه خلاص بتصير الناس عندها قناعة إنه فعلا إسرائيل ليش موجودة. وأكثر من يشك الآن الغرب، وانتم بتذكروا الناطقة الصحفية اللي ماتت، هاي كانت في التسعينات ماتت، الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض لما أعلنت بصراحة شو قالت، أي هي إسرائيل ليش موجودة، هيك قالت، مش قالت أعطوا الفلسطينيين حقوقهم، قالت أي إسرائيل ليش موجودة. طبعا لأنه صرحت تصريح فاقع، يعني يا فلانة ما احنا بينا وبين بعضنا بنتكلم فهمنا، وإلنا سياسات، ودائما احنا في إلنا طرق في الابتزاز هون وهون 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 وهون، واحنا فاهمين انه اسرائيل هاي. ليش بتحكي انت بصراحة؟ قالوا لها استقيلي، فاستقالت. ما انت ناطقة صحفية باسم البيت الابيض. كيري مش كانوا يجي هذا اللي كان مترشح، جون كيري كان مترشح للرئاسة، وبعدين صار يكون مبعوث واجى على المنطقة، تمام، ويجي على اسرائيل وكذا، وكيري بعدين في يوم من الايام لما سربوا له قاعدة من قاعداته، كيري صوت تسريب، كان بتهزب اسرائيل. فما يخدعكم مش هالاشياء، الفقاعات هاي اللي في لها اغراض واهداف، تمام. المهم شو موقف الشعب الفلسطيني وشو موقف الشعوب العربية والإسلامية، هذا هو، ولا بهمنا ملوك ولا بهمنا زعمات ولا غيره، تمام، ايش موقف الشعوب وما بيقدروا. وهذه قضية مقدسة، ومن اول يوم تحدث فيها القرآن، لانه سيكون لها انعكاسات هائلة على البشرية كلها. هذه الارض التي بارك الله فيها مش للمسلمين، للعالمين، وما يحصل فيها من احداث دائما ينتهي صح ومش هيك، وبتعم بركة العالم. وسبق قلنا انه لما هزموا الصليبيين في البلاد هون، لما اجونا همج وقتل وفاسدين، وفيش علم لما اجونا في الحروب الصليبية اوروبا كلها، رجعوا بعد 200 سنة. ادرس انت وين تبدت النهضة الأوروبية العلمية، اللي لحد الآن النهضة العلمية بدت بعد ما رجعوا بعد ما اختلطوا بالمسلمين 200 سنة سلموا حرب، رجعوا متغيرين في مفاهيمهم وعلومهم وتفاصيل. ادرس بتجد لما انهزموا هون بدت النهضة هناك. هذه الأرض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا عن إبراهيم عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، مبارك فيها للبشرية، هي بدها تترك لفاسدين؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو اللي على فكرة يا شام. وإذا قيل في الأحاديث الشريفة شام بالدرجة الأولى الشام المقدس، ثم الأرض المباركة، لأن احنا قلنا من النهر إلى البحر، خصوصا شرق وغرب، شمال وجنوب هاي مش موضوعنا، الهضبة شرق وغرب، هذه الأرض المقدسة المباركة. وأما المباركة فهي من النيل إلى الفرات، يعني ما يسمى بلاد الشام، ما يسمى بلاد الشام. بس في الأحاديث الشريفة مثلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الشام أرض المحشر والمنشر، في حديث آخر
ذكر انه بيت المقدس ارض المحشر والمنشر، لان هي كان يسموها الشام الجنوبي المقدس، الشام الجنوبي المقدس. فاكثر ما تذكر الاحاديث تقصد اولا ثم تقصد الباقي اولا. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وإذا به يقول يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام، الصحابة قالوا بما ذلك يا رسول الله، بما ذلك؟ شو يعني، شو أساس، ليش طوبى لا ها؟ شو قال؟ قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام، ولذلك عكر دار المسلمين الشام. وإذا فسد أهل الشام، مخاطب الآن الأمة الإسلامية، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، في الأمة كلها يبقى الخير هون. ولذلك في القضية لا يضرهم من خذلهم، ديروا بالكم هذا التعبير اللي ورد في أكثر من حديث، لا يضرهم من خذلهم، كان بيقصد بالدرجة الأولى أهل هذه البلاد منصورين. والنصر على فكرة شو هو؟ النصر شو هو؟ ما انتوا عم بتشوفوا الآن التغيرات اللي عم بتصير في العالم كله، انتوا اللي عم تنتصروا، انتوا اللي عم تنتصروا. لكن بعض الناس يقول لك واحنا بنستنى العالم، ليش؟ ما انت اصلا هدفك العالم كمسلم، وانت اللي بدك تشع كمان، وموقفك هو اللي بده يعلم الشعوب، وياما بتاخذ شعوب منك. وبالتالي لاحظوا اذا، واحنا ياما قلنا احاديث من ضمنها، ديروا بالكم، ها من ضمنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم اني رايت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فاذا نور ساطع عمد به الى الشام. هون هون هون، الا إن الإيمان إذا ظهرت الفتن في الشام. هون الإيمان عندكم، إيه عندكم الإيمان قد ما تهتز معنويات أي شعوب كانت. الأصل أنتوا تعطوا المعنويات لشعوب الأرض كلها وللمسلمين في كل مكان. وبنظروا، والمسلمين على فكرة واثقين بالشعب الفلسطيني، واثقين فيه، مجربينه وعارفين أنه بتنازلش، وعارفين انه كل الضغوطات اللي مورست وكل المحاولات كلها باءت بالفشل في تجربة سابقة طويلة الامد. وبعدين اليوم صار في ثقافة ووعي، واليوم على فكرة المسلمين كمان ممتدين في العالم، وكلهم مستعدين يوقفوا معك، تمام. ولذلك اهم كل التركيز على الموقف هنا الان، هون. وهذول ما بخوفوش، هذول هم اللي خايفين. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، وسبق شرحتها، سبق شرحت هذا الكلام. أنت لما تنظر لهم من برا بتظن أنهم جماعة ثابتين، هم خايفين، هاي معنى الآية، تمام. أنت بتظن أنهم ثابتين، لا، لذلك جيد. إيش اللي بدكم إياه أنتم؟ إيش اللي بدكم إياه أنتم؟ إذا على كلمة، إذا واحد مجرد متعاطف 15 سنة، مين هذول البشر؟ في القرن 21 كمان، في اللحظة اللي كان ممكن يخدع فيه العالم الإسلامي وتصبح آل سعود أبطال يجتمع حولهم عالم إسلامي يقودوه والأمة الإسلامية تدافع عنهم، الآن لعلمكم السعودية بعد 1 2 3 4 5 خيانات صارت واضحة، أقولكم السعودية أصغر دولة الآن. السعودية اليوم صغيرة، وآل سعود مش راح يقدروا يعودوا، خلص صغروا في عين الأمة، ولو قاتلتهم الثعالب لغلبتهم. مش الشعب، مش الشعب، الشعب أصلا مضطهد، منهوب أمواله، ظلم هائل. آل سعود انتهوا، بيقولوا دولة كبيرة، شوفوا قديش عمل السيسي مصر دولة صغيرة، ومحمد بن سلمان صغر، وهذاك اللي في ابو ظبي بحاول يكبر حاله، وثقوا تماما. الأمة هاي فيها ابطال. آل سعود آلاف،
بصيرش نظلمهم احنا، اكيد في منهم الصالح، في منهم الصالح على فكرة، انما اللي بحكمه، اللي بحكمه لانه هذا الحكم بترتب، ويبدو هذا ابن سلمان مرتب منيح تمام، وبالتالي بطش كمان في آل سعود، بطش في الظالمين، بطش في الظالمين، وبجوز في المظلومين كمان ماشي. ولكن الأمة لن تخلو، لحظه رح يظهر لكم بطل في وقت من الأوقات يفتك بابن سلمان، ويظهر أبطال يفتكوا بابن زايد، ويظهر أبطال يفتكوا بالسيسي. هذه أمة على فكرة، أمة لا يمكن إنها تذل، وبطع منها الأبطال في اللحظة المناسبة، بتشوفوا الفتك اللي بيكون فيهم إن شاء الله بإذن الله. ولكن إياكم تخدعوا إنه إذا فتك بابن سلمان أو في ابن زايد أو بالسيسي، إياكم كنوا تصدقوا أي فاتك أو بطل إذا ما أعطاش الحكم للأمة وبدأ يتصرف التصرف اللي يقول الأمة هي الحاكمة. ما نعودش نخدع، هاي هم أكثر من قريب من 100 سنة، أقل من 100 سنة، قريب من 100 سنة بحكموا قاعدين، وإيش نهايتها؟ وشوفوا إيش نهاية اليمن. هذول محور الشر، وهم أساس الموضوع، وهم اللي شجعوا ووطأوا له للرجل، هم اللي أصلا جاءوا أهانوا الإسلام، وهي مشان كمقدمة هاي اللي بصير. قال ممتاز، جابوه مشان ينقذ نفسه، ممكن يسقط على فكرة، وإذا سقط يا ويلهم، وخصوصا ابن زايد، ابن زايد بصير مطلوب على فكرة، لأنه متهم الآن، دخل اسمه متهم مع ترامب، ابن زايد هذا الرجل الشرير اللي تجده مجرم بيستخدم المال في الإجرام في كل مكان، وسمعته صارت واضحة في العالم الإسلامي. ولذلك انتم بالكم ليش الناس كلها كانت مع قطر، لأنهم شافوا انه هذول المجرمين، ما هم مبينين، سيسي معروف سيسي، وانتم شفتوا شو بيعمل، وابن سلمان وابن زايد، لذلك الناس فهمتها، قالت إذا هذول معناته أبصر ليش ناقمين على هذا، أصبر على قطر يعني، ليش ناقمين على لما شافوا المجرمين، المجرمين. طيب الآن شوفوا قديش معنا يا عماد؟ طيب خليني شوي هيك. لما أجا سلمان عبد الله هو اللي دفع لإسقاط الحكم وانقضاض على إرادة الشعب المصري، عبد الله الملك اللي قبله، أجا سلمان بدت الناس، انتبهوا الآن، بدت الناس تلاحظ في فارق. أجا مسك مثلا بعض المستشارين سلمان عبد الله وأبعدهم، الناس شو قالت؟ الناس مش أنا الناس شو قالت؟ هذا الرجل تمام تمام. تعرفوا في هذه اللحظات لما أجا سلمان وبدأ يعمل هالهلمة والناس مش فاهمة شو القصة، لو أن كانت هي فرصة ما يسمى بالسعودية إنها تكون قائدة العالم الإسلامي والشعوب كلها تكون معها وتكون دولة قوية جدا وتستطيع تواجه عالميا، تستطيع تواجه عالميا، شوفوا هالفرصة اللي كانت اللي خرب بيتهم، مع إنهم هم بحكموا بأي مسوغ ما حدا داري، بأي مسوغ ما حدا داري، كيف تحكموا يعني؟ ليش أنتم بتحكموا بتتصرفوا في أموال الناس؟ أنتم بتعرفوا الكويت لأنه كان في عندها برلمان، ويطلعوا برلمان وينجحوا فعلا، ما يتمش تزوير الانتخابات، ما يتمش تزوير الانتخابات وينجحوا ناس وتكون لهم أصوات. بتعرفوا إنه السعودية ودول الخليج ثانية ضغطت على الكويت، أنت شو يعني الحريات اللي بتعطيها؟ تصوروا إيش الحريات اللي بتعطوها أنتوا؟ ضغطوا على الكويت، أنتوا قاعدين تعملوا انتخابات وتجيبوا لنا ناس بيحكوا، تصوروا. وهذا لما صاروا يقولوا لقطر إيش الجزيرة، مش معناته أنا بشهد للجزيرة الآن، أكيد ما حطيتش الجزيرة أمامي حتى نقعد نتكلم. مش عارفين هذول الأسرى اللي من طالبان والأفغان العرب اللي هم هذول، مش عارفين وين موجودين، وبيقضوا يومهم بيصلوا وبوكلوا، بيقضوا يومهم بيصلوا وبوكلوا. طب ليش هاي بوكلوا هاي؟ كيف يعني بيقضوا نهار يوكلوا؟ كل واحد بيقضوا نهار يوكل؟ هذول عربك اللي بيحكوا أمريكا اللي شمتانة. أنا مستغرب كيف الناس بتستوعب إنه ممكن يطلع من حكام السعودية خير أو حكام الإمارات، هذول الجواسيس المعروفين في جذورهم، كيف ممكن يطلع من الأردن خير؟ كيف يطلع من مبارك اللي أصلا معروف من زمان بيقبض من السي آي إيه معروف كموظف، كيف بيطلع منه خير هذا؟
والعجيب انهم هم الان اللي بيصيغوا ذهنيتنا، وبتجدهم شمتانين شمتانين بهالمساكين المجاهدين، شمتانين فيهم. طب ليش مالكم مالهم شمتانين فيهم؟ والكل عارف انه اللي ضرب امريكا امريكان، ومع ذلك لا بدهم يلبسوها للناس. طيب احنا هذه على كل احنا تحدثنا فيها طويلا. فهم طريقة تعاملهم مختلفة. يعني ما هم بيقولوا انه في من ضمن الاسرى بريطان، قال هذول مش معهم. طب ليش اذا صاروا يميزوا؟ ليش صاروا يميزوا؟ على اي اساس؟ طب ما هذا بريطاني قاتلك بتقول، وقاتل مع وترك دينك والتحق بالدين الاسلامي على اي حال. شوفوا هم الان عم بيلعبوا لعبة، انه قال في البوسنة الحكومة البوسنية بتسلم قاعد بتسلم المجاهدين، وفي افغانستان الافغانيين خذلوا العرب، والان العرب عارفين قال مشان ايش يصير الناس تقول، يصير يقولوا العرب واحنا مالنا ومال المسلمين، احنا قاتلنا في البوسنة وشوفوا شو صار فينا، واحنا قاتلنا في افغانستان وشوفوا شو صار فينا. هذا اللي بدهم يوصلنا اياه الكذابين. ولا الافغان اكثر ناس بيحبوا العرب، الافغان اكثر ناس بيحبوا العرب. البوسنيين لعلمكم اجوا قاتلوا هم في فلسطين، يعني الساعة قبل ما نروح نقاتل احنا معهم، هم مقدمين معروف قبلها. البوسنيين وصلوا هون وقاتلوا في 48، في 48 قاتلوا معنا في فلسطين البوسنيين. بدهم يعملوا شرخ بين الشعوب العربية والإسلامية على فكرة، هاي اللعبة عم بيلعبوها الآن. ممكن ما تمشيش على العرب بس ممكن تمشي على الشعوب الثانية، واضح؟ بس المهم المستهدفين بالدرجة الأولى العرب. قال والحكومات العربية خذلت هؤلاء وبتطالبش فيهم. طب ما هي الحكومات العربية بتطالبهم من زمان، بتطالب فيهم؟ ما هي بتطالبهم. هي أصلا أمريكا بتعمل هذا لصالح مين؟ هم هذول المجاهدين بتطالب فيهم حكوماتهم. إذا طالبت فيهم بتطالب فيهم لإيش؟ لإيش؟ واللي بستغربه إن الناس قال بتعتقد إنه الحكومات العربية متخاذلة جبانية. لا، هذا نوع من خداع البشر، هذول جواسيس مش متخاذلين. يا ريتهم متخاذلين، لو انهم متخاذلين وثعالب وبنفسوا بديره مشان يراعوا الجو فهذا معناته في امل. اذا متخاذلين وجبنا وبيلعبوها لعبه سياسيه وبيوطوا روسهم مشان تمرق العاصفه، معناته الام بخير. هذول ماشي، معناته ما هوش هيك اطلاقا. هدول جواسيس وعارفين انه امريكا بتضعف بينتهي وجودهم على طول، امريكا بتنتهي من المنطقة بينتهي وجودهم. ولوين انت بده يظلوا اللي بيحللوا يظلهم يخدعوا الامة ويقولوا عنهم متخاذلين؟ واين العرب؟ واين وين الجواسيس؟ وهم واقفين، الجواسيس واقفين تماما وفاهمين الدب وعارفين، واقفين على رؤوس الشعوب. ها والقتل ماشي، وينهم؟ بدنا اياهم يجوا يساعدونا يساعدونا. على اي حال الان الغرب كنا احنا ايش شو قصته؟ من ضمن قصته انه الامه الوحيده اللي ممكن تغرس قيم ومبادئ، ولاحظوا وكما عبروا الامه اللي بتشعر بانه فكرتها انيقه. هل كيف تشوفوا شو اللي كان اكيد اكيد اميه بن خلف فوق العاده؟ انه هو حاطط بلال، افهموها، وهو حاطط بلال على الرمل وحاطط على صدره صخرة وبنربه بالسياط، شو كان يقول بلال؟ احد هو ميع فكرة، كان مهزوم من داخله لانه شاعر انه هذا العبد اللي على الرمل واللي تحت الصخرة واللي بيضرب بالسياط، هذا الرجل معتز بفكرته الى درجة بعيدة، فكل هالضرب هذا ولا اشي، لانه هو بقول لك احد اضرب اضرب. طب الزلمة تعب وما صدق وهو مارك قال له تبيعه، قال له خلصني، قالوا له انهزم. طب ليش؟ ولذلك شوفوا الغرب
مستفز الى حد بعيد من الاسلام، بيخشى الاسلام فعلا، لانه ايه؟ لانه القيم والمبادئ اللي بيبني الشعوب على اساسها معناته الحضاره الغربيه روحت، معناته شعوب الغربيه نفسها راح تدخل الاسلام، مدركين تماما، مستفزين الى حد بعيد، بيضعوا خطط لعرقله الاسلام. ممتاز. اذا بدكم انا شخصيا لما بسمع هالقصص وبسمع تعاملهم وشو بيقولوا بنبسط الى حد بعيد. ليش بنبسط؟ ليش؟ ممتاز. هم بدأوا يشعروا فيك وبدأوا يشعروا بخطورتك، معناته الاسلام بدأ يكون متحرك بمعنى الكلمة، بيحاولوا يطوقوا قبل. ولما بيصير، ليش اكون مبسوط؟ لما بيصير الاسلام هو الطرف الاخر في المعركة، معناته محسومة. في يوم من الايام كانوا يقاتلونا بصفتنا ماركسيين، بصفتنا قبلتنا موسكو، وبصفتنا قبلتنا الصين، وكانت وكل كان منا علمانيين. في حدا غير هيك بقاتل؟ كان في حدا هيك غير ماركسي وعلماني؟ الان لما صارت الطرف الاخر الاسلام، معناته على فكره المعادله عم بتصح، المعادله عم بتصح تمام. خوف ما فيش، خوف على الاسلام ما فيش. بيستفزوا المسلمين اكثر؟ نعم. بينشطوا المسلمين اكثر؟ نعم. بيجعلوا المسلمين يتمسكوا اكثر؟ نعم. ينتبهوا للغرب اكثر؟ نعم. كل هذا لذلك سورة محمد قلنا اكثر من مرة، اللي هي شو اسمها ايضا؟ القتال. محمد القتال. شو بتبدأ؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. شو يعني أضل أعمالهم؟ لا يمكن أعمالهم توصل لهدفها في مواجهة مين؟ طبعا الإسلام. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هاي أول آية. وحتى هي طريقتها طريقة شعار على فكرة، ومدخل عجيب سريع. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأكثر من مرة القرآن عبر بنفس هذه الطريقة، الكافر الذي يصد عن سبيل الله أعماله لن تصل إلى نتيجة. على فكرة هم بيكتشفوا في النهاية إنها بتوصل لنتيجة معاكسة. سبيل الله إيه؟ إيش يا شيخنا؟ إسلام، هل يشترط تدمير الحضارة الغربية أو حتى ينتصر إسلام؟ لا، ملوش علاقة. أنت أصلاً أنت أصلاً كمسلم ما بتدمر حدا، أنت بتبني، أنت قاعد تبني البشر. أما الحضارة الغربية فهي بتدمر لحالها قاعدة، هي أصلاً ما لها عوامل بقاء، ما لها عوامل بقاء. الحضارة الغربية بدهاش حدا يدمرها، ما هي من داخلها قاعدة تتهافت، من داخلها قاعدة تتساقط. انت قوتك في فكرتك، وبالتالي انت الوريث. ومش معناته بنتصرش الاسلام الا تتدمر الغرب، ما هو اصلا هو مروح، ما هو مروح. ولا انتم خدعكم انه الشيوعية انهارت قبل العلمانية؟ طبعا شيء طبيعي، لان الشيوعية فيهاش المرونة الموجودة في العلمانية، عشان هيك العلمانية عمرها اطول شوي. وهم اصلا من كتاباتهم بيعتبروا ان هذا القرن هو قرن الاسلام وانتهى الموضوع. هذا القرن هو قرن الاسلام وانتهى الموضوع. هم شو عندهم اصلا حتى يستمروا؟ مثلا قل اعطيناكم بعض الامثلة. بلد زي ايطاليا خلال سنين معدودة على الاصابع 60% من الشعب الايطالي فوق 60 سنة. نسبة الزيادة في ايطاليا ناقص واحد في المية. المانيا من هون ل 2020 بدها 15 مليون مهاجر. من وين؟ طب وجبة ال 15 مليون مهاجر؟ مين هم؟ وشو راح يأثر؟ 15 مليون المانيا لحالها من هون ل 2020 تحتاج كل سنة 750,000 سنويا لداخلها من غير الالمان. طب يعني شو راح يعمل هذا؟ كثير. الان روسيا زيادة ناقص 1%، اليابان ناقص 1%، نسبة الطلاق في ايطاليا 85%، هذا اللي بيتزوجوا. شو ليش شو نسبة الزواج اصلا؟ نسبة الطلاق 85%،
مجتمعات شيخوخة صارت ما فيش إلى آخره، أمراض التناسلية، تفكك الأسرة، الإحصائية اللي من 7 سنين سمعناها من لندن أكثر من مرة، 60% من النساء اللي عندهن أولاد فيش